بأس أن نتجه الآن مباشرة إلى مركز الدولي للمؤتمرات، أين يتواجد موفد الجزائر الدولية عبد الكريم بنيطو. مرحبا بك عبد الكريم. القمة العربية على مستوى القادة تصل مرحلتها الحاسمة، ما الجديد لديك؟ أهلا بك مصطفى وبضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. نعم بالطبع مصطفى، الأنظار الآن ربما متجهة أكثر إلى مطار هواري بومدين على أن تتوجه بعدها هنا إلى المركز الدولي للمؤتمرات هذا المساء، حيث سيلتئم شمل القادة العرب على مستوى القمة في الدورة العادية للقمة العربية في دورتها العادية. مصطفى ربما لا داعي للتذكير بكل من وصلوا، ربما ذكروا بهم الزملاء عندكم هناك في الاستوديو، ولكن ربما التذكير بما جاء على لسان وزير الخارجية أمس رمضان العمامرة الذي أفصح ربما لأول مرة عن مجموعة من المعلومات التي لم تكن سانحة، وهي أن الرئيس عبد المجيد تبون سيفصح عن أفكار جديدة غير مسبوقة، وقال أن رمضان العمامرة أيضا أن هناك مقاربات جديدة بعيدة عن المقاربات القديمة. من بين الأفكار التي أفصح عنها رمضان العمامرة والتي سوف تدرس في هذه القمة هي موضوع إصلاح الجامعة، وهنا ذكر رمضان العمامرة قضية إصلاح الجامعة وتفعيل منظوماتها، ومنها منظومة فك النزاعات وفض النزاعات وحلها، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني. بخصوص مواضيع أخرى أيضا كان رمضان العمامرة ذكر بأن القمة ستشهد مشاركة قوية، وذكر بأن قضية حضور مسؤولين على مستوى القمة هو يعود بالأساس إلى ما تعيشه كثير من الدول العربية وإلى ارتباطات أخرى، ولكن قلل رمضان العمامرة من شأن هذا الأمر لأن الجزائر تتعامل بمنطق الدولة والمشاركة تكون باسم الدولة بغض النظر عمن يشارك في هذه. لكن اللافت في هذه الدورة هو حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس دول حركة عدم الانحياز عليه رئيس الأذربيجاني ورئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال. وهذا الحضور فيه دلالات قوية في حد ذاته لأن الجزائر في قمتها هذه الحالية تريد أن تعطي بعدا آخر للقمة العربية وتفاعل الدول العربية مع محيطها الإقليمي ومع محيطها الدولي. على كل مصطفى، في انتظار أن تكون هناك وصول أي وفود، وهذا مستبعد الآن إلى غاية بعد الظهر ربما تبدأ وصول الوفود المرافقة على أن يصل رؤساء الدول والقادة وممثلو الدول العربية على أعلى مستوى في المساء، سوف نوافيكم بأي جديد لحظة بلحظة. شكرا جزيلا لك زميلي عبد الكريم بنيطو، كنت معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات.